السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولي الله، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا وارث أبي محمد الحسن، السلام عليك يا وارث أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر الكاظم إمام العارفين، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك من إمام غسيل وإمام نجيب وبعيد وغريب ومسموم وشهيد، السلام عليك أيها العالم النبي ذو القدر الوجيه النازح عن تربة جده وأبيه، السلام على من أمر أولاده وعياله بالنياحة عليه
قبل وصول القتل إليك. السلام على دياركم الموحشات كما استوحشت منكم منا وعرفات. السلام على سعدات العبيد وعدتي يوم الوعيد والبئر المعطلة والقصر المشيد. السلام على غوث اللهفان ومن صارت به أرض خراسان خراسان. السلام على القليل الزائرين وقرة عين فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام على البهجة الربوية والأخلاق الروية والغصون المتفرعة عن الشجرة الأحمدية. السلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم وعلم كل شيء لإتمام الأمر المحكم. السلام على من أسماؤه وسيلة السائلين وهياكله أمان المخلوقين وحججه إبطال شبه الملحدين. السلام على من كسرت له وسادة والده أمير المؤمنين حتى خصم أهل الكتب وثبت قواعد الدين. السلام على علم الأعلام ومن كسر قلوب شيعته بغربته إلى يوم القيامة. السلام على السراج الوهاج والبحر العجاج الذي صارت تربته مهبط الأملاك والمعراج السلام على أمراء الإسلام وملوك الأديان وظاهر الولادة. السلام على من أطلعهم الله على علوم الغيب والشهادة وجعلهم أهل السعادة. السلام على كهوف الكائنات وظلها ومن ابتاجت به معالم طوس حيث حل ربعها. يا أرض طوس سقاك الله رحمته ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس. طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثوى بسنا بعد مرموس شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة الله مغمور ومغموس. يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير
وتقديس فخرا بأنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس. في كل عصر لنا منكم إمام هدى فربعه آهل منكم ومانوس. أمست نجوم سماء الدين آفلة وظل أسد الثرى قد ضمها الخيش. غابت ثمانية منكم وأربعة غابت ثمانية منكم وأربعة ترجى مطالعها ما حنت العيش. حتى متى يظهر الحق المنير بكم؟ فالحق في غيركم داجه ومطموس. السلام على مفتخر الأبرار وناء المزار وشرط دخول الجنة والنار. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. السلام على من جعل الله إمامتهم مميزة بين الفريقين كما تعبد بولايتهم أهل الخافقين. السلام على من أحيا الله بهم دارس حكم النبيين. السلام على من أحيا الله بهم دارس حكم النبيين وتعبدهم بولايته لتمام كلمة الله رب العالمين. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. السلام على إقبال الدنيا وسعودها ومن سئل عن كلمة التوحيد فقال نحن والله من شروطها. السلام على من يعلل وجود كل مخلوق بلولاهم ومن خطبت له الخطباء بسبعة آبائهم ما هم أفضل من يشرب صوب الغمام. السلام على من على مجدهم وثناؤهم ومن أنشد في فخرهم وعلاهم بوجوب الصلاة عليهم وطهارة ثيابهم. السلام على قمر الأقمار المتكلم مع أهل كل لسان بلسانهم القائل لشيعته ما كان الله ليولي إماما على أمة حتى يعرفه بلغاتهم وأديانهم. السلام على فرحة القلوب وفرج المكروب وشريف الأشراف ومفخر عبدهم ومناف. يا ليتني كنت من الطائفين بعرصته وحضرته مستشهدا لبهجتي مؤانسته.
أطوف ببابكم في كل حين، كأن ببابكم جعل الطواف. السلام على الإمام الرؤوف الذي هيج أحزان يوم الطفوف. بالله أقسم، بالله أقسم، وبآبائك الأطهار وبأبنائك المنتجبين الأبرار، لولا بعد الشقة حيث شطت بكم الدم لقضيت بعض واجبكم بتكرار المزار. والسلام عليكم يا حماة الدين وأولاد النبيين وسادة المخلوقين، ورحمة الله وبركاته.